بسم الله الرحمن الرحيم، رجعنا لكم من جديد متابعينا الأكارم في موضوع الـ HTML Image. آخر درس تكلمنا فيه قلنا إنه في عندي تحدي في موضوع كيف ترتيب العناصر مع بعضها البعض، لو بدي أجيب صورة بجوار نص أو نص بجوار صورة. تعالوا نشوف وين المشكلة حتى نوجد إلى الحل. تكلمنا في آخر درس إنه هذه الصورة وهذا النص، الآن لما بجيب باراجراف وبحط في داخل صورة بيجوا بالشكل الموجود حالياً، ولكن سؤالي كان مطروح، كيف ممكن أحط النص هنا بحيث أنه يكون النص بجوار الصورة؟ طيب طبيعة الصورة قلنا هي عبارة عن inline، تقبل يجي جنبها مين؟ باراجراف، أو تقبل يجي جنبها أي محتوى، ولكن طبيعة الباراجراف بينزل سطر. طبيعة الباراجراف هو بيترك الإيمج وبينزل سطر. أنا هنا تحايلت على الموضوع، في ضمن الباراجراف تعال نشوف إيش صار معنا. في ضمن الباراجراف وضعت الايمج بحيث اني انا اجيب هذا جنب هذا، يكون عندي الايمج جنبه بكون في نص، ولكن ما قدرت الان اربط الموضوع هذا بجوار هذا، يكون في عندي انسيابيه في هذا الموضوع. لماذا؟ لانه كل مكون له خصائص بتميزه عن الاخر. اليوم من الخصائص الصوره بتميز ان انا بوقف وبحتل حيز هذه الصوره وبجلس وبنتظر مين يجي جنبي. لو كان في صورة جنبي بتيجي صورة جنبي، لو كان في أي شيء inline بيجي جنبي، ولكن لو كان في عندي نص، هذا النص H1 أو هذا النص عبارة عن باراجراف، كيف بده يجي جنبي؟ لا مش هيجي جنبي، لأنه في عندي أشياء مقيدة في أصل التاج أو في أصل وطبيعة هذا التاج. هذا بلوك بينزل أو بينزل عن السياق، هذا inline بضله في السياق. هنا في عندي الحل. عارفين إيش الحل؟ الحل اللي وعدتكم فيه الدرس الماضي، ألا وهو الفلوت أتريبيوت. طيب هذا الفلوت أتريبيوت إيش بيسوي يا جماعة؟ الفلوت أول شيء بيجي في إطار الستايل. في إطار مين؟ الستايل. تعال إحنا بدنا نحط الآن ستايل خاص في الإيمج، وأدي بروبرتي خاصة اسمها فلوت. فلوت يعني تعويم، يعني أعوم المحتوى. أعوم مين؟ أعوم المحتوى، يعني افكفك منه الخصائص اللي بتقيده في مكان ما، واقول له عوم في هذا الحيز وخذ جانب معين. ايش القيمه اللي بياخذها فلوت؟ بياخذ رايت او ليفت. بدي اقول له رايت، انا بدي اقول له رايت، وكاني قلت للصوره اتفكفك يا صوره من السياق اللي انت متجمده فيه، اعملي تعويم لنفسك وروحي وين؟ روحي يمين حتى نشوف ايش اللي بيصير. واقول لكم خليها تاخذ يسار، بدناش اليمين، يسار ليفت حتى نشوف ايش اللي صار. افتحوا الان شوفوا ايش الطبيعه هنا الموجوده. هنا غيرت الخصائص يا جماعه، غيرت خاصيه الصوره بحيث انه تقبل انت الصوره تيجي جنبك مين؟ باراجراف، او يتوازوا او يتساووا بنفس الليفل، يكونوا موجودين مع بعض، لان انا غيرت في الخصائص تاعت الصوره وعومت الصوره بحيث انك ما تقيديش نفسك في هذا الشكل اللي احنا كنا شايفينه توي. طب لو بدنا الصوره تروح ليفت، تعال نشوف ايش اللي بصير. نفس الفلوت بنقول له، او لو بدنا الصوره تروح رايت عفوا يمين، بنقول له روحي يمين رايت. تعال نشوف ايش صار في الموضوع، اصبح الصوره الان تعومت، راحت مين؟ راحت رايت. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني اللي هو بيحمل مشكله وحل. لو انا بدي اكرر الكلام هذا، هاي الباراجراف اكرره مره ثانيه وثالثه ورابعه، تعال نشوف ايش بصير. هاي مره ثانيه حيظهر مشكلة وحنحلها، تقلقوش. هاي ثلاث مرات. الوضع الطبيعي لأنه بنفكر بدون ما يكون في مشكلة لاستخدام الفلوت، إنهم ينزلوا زي ما هي هذه، ينزلوا ورا بعض. ولكن الفلوت بتحدث مشكلة. تعال نشوف إيش اللي صار مع الفلوت وإيش العلاج فيما بعد المشكلة. اضغطوا إنتر. أيوان، شوف إيش صار. هذا نص او هذه صوره مع نص، نفس الصوره طلعت فوق دخلت على حيز البلوك اللي فوق، ونفس الصوره دخلت على حيز البلوك اللي فوق، فصار في تداخل في الصور، لانه الفلوت بيعوم. بالمناسبه الفلوت بيعوم العناصر. الحل في موضوع التعويم، يجب ان يزال خاصيه التعويم بعد ما اني انا استنفذ الغرض منها. طيب انا كنت بدي اعوم النص والصورة وأجيبهم بجوار بعضهم، بدي هذا الصورة وهذا النص جنب بعضهم،
بعد ما خلص من الهدف من استخدام الفلوت يجب أن يزال تأثير الفلوت. كيف؟ أقول لكم كيف. الآن خلصنا هاي الفقرة الأولى وخلصناها، دخلنا على الفقرة الثانية. بمجرد ما أدخل على الفقرة الثانية في عندي الآن أتريبيوت في داخل الستايل اسمه كلير. إيش بيسوي الكلير؟ بنظف أثر الفلوت. بقول له كلير للفلوت الرايت ولا الليفت ولا البوث، بدي أقول له البوث. يعني إذا كان في عندي فلوت، يعني المنطقة اللي أنا كنت شغال فيها مسرح العمل هذا اللي اديته خاصية الفلوت عومته، نظف لي أثر التعويم، يعني بدي أعمل كوريكشن وأنظف المساحة العمل أنا فيها. تعالوا نشوف إيش اللي صار. هاي اعملوا كلير واضغطوا انتر. لاحظوا أصبح اليوم أنا نظفت المساحة بعد استخدام الفلوت، نظفت ورايا، فإجا هذا بالطريقة اللي شفناها، لأنه هذا بيحمل أيضا فلوت. ركزوا معايا، هذا الثاني بيحمل أيضا فلوت. هيو وين هي الثاني؟ بدي أقول له روح لليفت. ها شوف إيش صار، روح ليفت. هي الرايت الأول، هي القسم الأول اللي اديته فلوت وعوم الدنيا كلها. الآن رحت نظفت أثر الفلوت هذا باستخدام الكلير بوث، ودخلت في فلوت ثاني بحيث اني بدي احط الصورة على اليسار والنص على اليمين. تعال نشوف ايش صار، اضغطوا انتر. هيو صارت الصورة على اليسار والنص على اليمين، ولكن تداخلت لأنه في عندي فلوت لسه، أثر الفلوت التعويم موجود. يعني أنا غيرت خاصية اللي المنطقة كلها عومتها من الآخر، فأنا الآن عشان عومت المنطقة لازال أثر الفلوت قائم، لأنه الفلوت بدون ما أنك تعمل له كلير حيظل يخرب في المحتوى تبعك إلى ما لا نهاية. الحل أني وين استخدمت فلوت أتبعها في كلير. تعال نحل القصة الثانية، أنه أنا الآن خلصت من أثر الفلوت الثاني، خلصت من بعد البراغراف هذا، باجي بقول في البراغراف هدخل الآن مساحة جديدة، هدخل بلوك جديد. في البلوك الجديد لا، نضف لي القديم كله، نظف لي القديم كله، بقول له كلير، هاي كلير عفوا، هاي بوث، كلير وهاي بوث، فاصلة منقوطة. أنا هيك نظفت أثر الفلوت هذا ودخلنا على منطقة نظيفة استخدمت فيها أيضا الفلوت. وين أنا الآن؟ صار عندي بعد المنطقة هذه مشاكل. بعد ما خلص الباراجراف بقول كلير، بنادي إيش الكلير، وبنظف مين؟ أثر الفلوت اللي موجود. هاي نشوف اللي صار في النهاية، وبالمناسبة أنا أبقيته رايت. شفتوا إيش صار؟ أصبح هاي صورة ونص، وهي صورة ونص، وهي صورة ونص، وما تمكنت أعمل الكلام هذا إلا بفضل الفلوت. فالفلوت مهم جدا 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 حتى أعوم العناصر الجامدة والثابتة وأوديها يمين أو يسار وأتحكم في مشهد جميل زي ما أنا شايف. ولاحظوا أنا في نقطة أساسية، أينما استخدمنا الفلوت يجب أن ننظف أثرها بالكلير. بعد ما نخلص الغرض منها بنروح نستخدم ستايل اللي هو الكلير ونحط كلير بوث، أو ممكن ياخد كلير ليفت أو رايت حسب الكلير أنا رايح. ممكن هنا يكون حتى كلير رايت، ممكن بتصير وهنا كلير ليفت وهنا كلير في الآخر رايت، أو بوث بتريحني إن أستخدم نظف لي الفلوت اللي يسار والفلوت اللي يمين. بتمنى يكون الدرس معكم أو الدرس هذا أعجبكم. بتمنى نكون إحنا فعلا وصلنا كل ما له علاقة في الإيمج. إن شاء الله الدرس القادم ندخل بموضوع جديد ضمن سلسلة تعلم تصميم مواقع الإنترنت باستخدام لغة الـ HTML. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.